الله يبارك فيك. ألف مبروك، أنت بتستاهل كل خير لأنك تعبت على حالك واجتهدت وحصدت نتيجة اجتهادك بالنهاية. وأنا يا ابني بفتخر فيك كتير لأنك شاب عقلاني، ومثل ما بيقول أفلاطون لم يكن للعقل من معنى إذا كانت الظلال المحيطة بالعقل هي الخرافة. شكرا بابا. تفضل حبيبي. شو هاد؟ هي هديتك، هدية نجاحك. هدية نجاحي؟ إيه نعم، المدينة الفاضلة لأفلاطون. المدينة الفاضلة لأفلاطون؟ يا بابا يعني أنا استنيت كل هالوقت وتعبت كل هالسنين مشان تقدم لي بالنهاية شقفة كتاب؟ بس يا بابا هالكتاب رح تلاقي فيه كل بترجاك بابا. بترجاك؟ أنا ما عاد بدي أسمع منك ولا كلمة. وبصراحة أنا مليت من الحكي المزوق والعبارات المفخمة، مليت من الجبل الإنشائية، مليت من الفلسفة والفلاسفة، مليت من أفلاطون وأرسطو وسقراط وزيكو. شو ذنبي إذا كنت ابن أستاذ فلسفة؟ يعني ضروري تتحول الحياة إلى مناهج أخلاقية ومثاليات ونظريات؟ يا بابا فهمني، الله يخليك فهمني أرجوك. أنا بدي أشتغل وعيش، بدي أشتغل وعيش بعيد عن كل هالخزعبلات تبعك هي. وبصراحة أنا ما عاد لي عادي بهالبيت بنوب. علاء شو عم تحكي أنت؟ خلاص بابا خلاص، الله يخليك، أنا ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هيك. أنا إنسان عملي وبدي شق طريقي بنفسي، وما بدي حدا بالدنيا يكون له فضل علي حتى ولو كان أبي. علاء ويكون معلمك بابا، إذا مفكر إني كنت عالي عليك أنا بوعدك من هلأ أنا معك ورجيك وشي بنوب. خاطرك علاء استنى شوي. علاء سليم، تعال شوف علاء شلون صار يمشي. يا حبيب قلبي شلون عم يمشي مثل البطة. عصفورنا الصغير طلع له جناحات وعم يحاول يطير. خلاص طول بالك علاء، ما في داعي لكل هالعصبية. تصوري يا لينا، حلمي اللي له سنين بخيالي فيقني منه وهدلي اياه بلحظة واحدة، واللي فيه يا ولد فيه من هالأحلام بقى. هو هيك قال لك؟ تصرفوا هيك بيعني، لكن شو معناته يجيب لي كتاب بمناسبة نجاحي؟ العم على القفل كتاب؟ ولك هي قيمتي عنده؟ طيب خلص هدي أعصابك شوي، مانا مستاهلة القصة، كل شي بيتصلح. لا يا لينا، بالعكس، يلي بينكسر بحياته ما بيتصلح، والدكتور سليم بيك كسر لي شي غالي كتير بحياتي، وصار في بيني وبينه شرخ عميق. هلا أنت ليش عم بتكبر المسألة هيك؟ روق شوي. أنا ما عم كبر شي يا لينا، المسألة بحد ذاتها كبيرة. الأب اللي ما بيشعر بطموحات ابنه برغباته أنا ما بعتبره أب نهائيا. أنت هيك عم تقسى عليه كتير، يمكن الظروف ما أنا مساعدته. طيب يحكي، يقول، يعبر، يعتذر، يفهمني إنه ما عنده استعداد يبيع شقة أرض صغيرة كرمال ابنه، مو يستخف فيني ويتركني هيك كأني ولد صغير. علاء بترجاك ما تعصب. ماشي الحال، بسيطة يا دكتور سليم، بسيطة. الأيام بيناتنا، ورح أثبت لك إني لا بحاجتك ولا بحاجة الأرض تبعك، وحلمي رح أحققه مهما كانت الظروف. بالنسبة لي الأمور كلها تمام، بس بتخلي لي الشباب يرفعوا لي الشناجات 10 سنتي حتى تصير 60 وعلى نفس التسليح تماما، ولازم نبلش بقى بناء الأعمدة من هلا. بس الخشب اللي أنا ما بكفي أستاذ. أنت ولا يهمك، أنا حسبت حسابي، سيارة الخشب تجي بعد نص ساعة، أنت بلش وما عليك. أمرك أستاذ. وبالنسبة للشباب خليوني يبلشوا لي العمار من الناحية الجنوبية، تأخرنا كثير. حاضر. يعطيك العافية. إذا شفت لي مراقب العمال ابعث لي إياه بسرعة، قول المهندس علاء بده إياك. حاضر أستاذ، بدك شيء غيره؟ الله معك، سلامتك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. عفوا استاذ ممكن ادخل؟ طبعا لا، ما دخلتي وخلصتي. كيف الشغل عندك؟ تمام ماشي الحال، خلصنا من بناء القواعد وبلشنا بالشناجات والاعمده. يعطيك العافيه. الله يعافيكي، انت شو اخبارك؟ اخباري مطوشه طوش مع الطلاب، ما بعرف شلون عم على قلبي واخترت مهنه التدريس، ترى التمني غير الممارسه. خرجك بتستاهلي. شو علاء افندي، شايفتك حاقد على المدرسين. لا طبعا اعوذ بالله، بس انتوا المدرسين بتعيشوا حياتكم كلياتها نظري بنظري، وبالنهاية بتحكوا شي وبتعملوا شي تاني. بالله يا لطيف شو قلبك قاسي. أنا قلبي قاسي؟ ايه أنت بتريد قلك ليش وشلون؟ بترجاكي لينا، موضوع أبي ما تفتحي لي يا بنوب إذا بتريدي. يعني ولو بدك تزعل مني بدي قلك يلي بقلبي. طيب تفضلي قولي. معقولة يا علاء 4 سنين وما بيخطر لك تسأل عن أبوك أو حتى تزوره أو تحكي معه بالتليفون؟
يعني قد ما كان بيضل ابوك علاء بترجاك حبيبي لا تحسسني انك قاسي والله انت مانك هيك وين علاء الحباب الحنون الرومانسي معلش لينا اذا بتريدي تركينا من هالموضوع وخلينا نحكي بشي تاني تكرم عينك بشو بدك يانا نحكي عنا انا وياكي يا لينا نحن لهلا بيكون صار لنا سنه ونص مخطوبين ويمكن انا الاوان لنتزوج ولا شو رايك بصراحه وانا كنت حابه فاتحك بالموضوع بس بعرف لينا بعرف انه اهلك عم يضغطوا عليك مشان فاتحني بالموضوع وبعرف كمان انك مالك حابه تحرجيني بس انت بتعرفي منيح اني انا كنت عم اجل لحتى الاقي بيت مناسب يعني بفهم من حكيك انه انت اي نعم يا ستي لقيت بيت مناسب وسعره معقول كتير واكيد رح يعجبك انا بعرف ذوقك هو طالما عاجبتك اكيد رح تعجبني يعني فرحتي بهالخبريه ولا شلون فرحت وبس حاسه الدنيا مو سايعتني من الفرحه بس بدك الصراحه فرحتي ما رح تكتمل الا بشغله واحده شو هي يا ريت تعزم الدكتور على عرسنا انا دكتور انا دكتور يعني ابوك لينا بترجاكي انت لازم تفهمي شغله مهمه كتير لازم تعرفي اني انا فضلت اخذ الشقه بدل ما اخذ المكتب شو قصدك يعني كنت امام خيارين يا اما بشتري مكتب وبحقق حلمي يا اما بلغي فكره المكتب كلياتها من اساسها وبشتري بيت الزوجيه وبحقق حلمي فيكي انت بالذات وبالنتيجه اشتريت البيت وبالنهايه كان في عندي حلم وما تحقق ورح يتحول لكابوس طول عمري والسبب هو الدكتور الوالد فهمتي بقى ادخل تحياتي دكتور منير اهلين بالدكتور سليم اهلا شرف دكتور شرف اهلا وسهلا يا الله خير دكتور شايفك تعبان اي والله يا منير تعبان كتير والله معك حق لانه صار التدريس مضني بالنسبه لك مو التدريس اللي تعبني يا دكتور منير لكن شو اللي تعبك يلي تعبني هالايام السوداء هي اللي تعبتني لا حول ولا قوه الا بالله في اخبار جديده عن علاء لا مو كتير عم تابع اخباره يصطفيل بكره الايام بتعلمه عفوا دكتور هذا الظرف ترك لك يا شاب من طرف بيت الهاشمي يعطيك العافية الله يعافيك شو بهم بيت الهاشمي بيظهر كرت دعوي لحفلة عرس شو بك تغير لونك تفضل ارى عرس ابني علاء ليش ما عندك خبر لا ابدا على كل الف مبروك والله يجعل ايامك كلها افراح على شو عم تبارك لي انت يعني بيضل علاء ابنك الوحيد واكيد راح تفرح له هيك بدي افرح له من بعيد لبعيد يعني اذا ما كنت جنبه وضميته وبسته شلون بدي افرح لا وهاليوم اليوم هذا كنت كل عمري أحلم فيه أنا والمرحومة أمه بس يبدو أنه ما لنا نصيب فيه لا أنا ولا المرحومة بهيك يوم كان لازم طير من الفرح بس هالقلبي عم ينصر عصر من الزعل والقهر ما بعرف شو أعمل ما بعرف افرح ازعل اضحك ابكي ما بعرف والله يسامحك يا ابني الله يسامحك يا علاء دنيا واخره حبيبتي انا نازل توصيني شيء قبل ما امشي لا سلامتك ما بدي شيء مثل ما وصيتك ها ما تتعبي حالك بالقمه بالقعده الحركه الزايده بتضرك ايه بس الدكتور قال لي الحركة مفيدة ما في معنى حبيبتي تحركي على مهلك بس اذا حسيتي حالك تعبتي اتصلي فيه فورا على الشغل ها مشغول بالك علي ولا على البيبي عليكم انتو اتنين سوا وغلاوة هالبيبي من غلاوتك انت يلا باي باي حبيبتي مع السلامة الله معك الو اهلين ابو عدنان شو هالحكي؟
مرت علاء جابت ولد؟ يعني صار عندي حفيد؟ بلا من جد عم تحكي؟ بدي اروح مستشفى؟ طيب طيب، شكرا حبيبي، شكرا ابو عدنان، الله معك حبيبي. بابا 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 خير شبك يا بابا رد علي مشان الله بابا بابا يا بابا مشان الله رد علي بابا يا بابا بابا مشان الله رد علي يا جماعة دكتور دكتور صحيح انك كنت قاسي علي بس انا كنت قاسي عليك اكتر صحيح انك ظلمتني وحرمتني من احلى حلم بحياتي بس انا ظلمتك اكتر وحرمتك من حلمك الكبير انك تشوف ابنك حبيب قلبك متزوج تشوف حفيدك الصغير صحيح انك غلطت بحقي شوي بس انا غلطت بحقك كتير انا كنت اعمى يا ابي كنت اعمى إن شاء الله الله تسامحني إن شاء الله الله يرحمك الله يرحمك يا أبي يعطيك العافية أهلين وسهلين شو ما تذكرتني؟ لا عدم المؤاخذة ما تذكرتك أنا من زمان جيت لعندك مشان أشتري مكتب هندسي ها إيه إيه هلأ تذكرتك سمعت من مدي انه المكتب لسه ما انباع يعني لسه على حاله فاجيت لاتاكد صحيح هالشي يا سيدي المكتب منباع بس لسه ما انشغل ما فهمت عليك يعني من يوم اللي اجيت حضرتك شفته اجا واحد زلم اشتراه لساته مسكر لحد هلا وما حدا فتح بابه من هداك اليوم ويا ترى بتعرف لي مين اللي اشتراه اسمه الدكتور سليم عبد الهادي وكتب المكتب باسم ابنه بابا
أبوك؟ معقول يكون اشترى لي المكتبة هدية؟ الكتاب؟ ولدي العزيز، أحمد الله على نجاحك الباهر والذي جعلني فخورا بك بين زملائي وأصدقائي. لا يمكنك أن تتصور مقدار فرحتي عندما زارني عميد كليتك في مكتبي ليقدم لي التهنئة بنجاحك ونيلك درجة متفوقة. وأنا أمام هذا التفوق وأمام هذا النجاح لا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين وأبدد حلمك المشروع باقتناء ذلك المكتب. فما كان مني إلا أن أسرحت إلى القرية وقمت ببيع قطعة الأرض، ثم اشتريت بثمنها المكتب الذي طالما حلمت به. ولدي العزيز، أرجو أن تقبل مني هذه الهدية إلى جانب كتاب المدينة الفاضلة، راجيا من الله تعالى أن تكون فاضلا في حياتك وتخدم الآخرين بإخلاص. والدك سليم عبد الهادي. ملاحظة، يوجد مع الرسالة عقد استملاك المكتب الهندسي. رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك، رحمة الله عليك. حديث المرأة.